غربوا المغرب ولا البوليزاريو بحق تقرير مصر طلبت اسبانيا في زمن استعمار هذه المنطقه الصحراويه بان تقرر مصر الصحراء في 65 عليها باش طلب المغرب الراي الاستشاري وكذا كذا وباش تبنى من بعد اتفاق ثلاثي ما بين المغرب وموريتانيا واسبانيا. قلت باش من ملي كنا في المنطقه ديال الصرصار واغلب التوغلات ديال البوليزاريو كانت في منطقه الصحراء الشرقيه لانه الاقرب اللي كنتكلموا على جماعه المحبس هي جماعه تابعه لاقليم الصرصار فهي الاقرب يعني المخيمات يعني ديال الحماده واقرب يعني حدوديه لمنطقه تندوف والاقرب حدوديه لمنطقه بير الحلو تفاريت الى اخره وبالتالي تلك المنطقه منطقه الصحراء الشرقيه بالضبط يعني عرفت التوغلات خطيره البوليزاريو. وهنا بالمناسبة لا بد أن نقدم يعني شكرنا ماشي غير شكرنا التاريخي للقبائل المجيدة في الصحراء قبائل أيتوسا التي كانت تشكل قليعة الجيش المغربي. شوفوا التاريخ يعني كانت تمثل قليعة الجيش المغربي في مواجهة راس هاي الصحراء تواجه النعمة راه العصبية القبائلية كانت في واحد المنطقة آخر معاملة وهيدا وهاد الناس واجهوا البوليزاريو بضراوة وبقساوة والحمد لله حقو انتصارات في ديك الجبهه ومكنوا انه المغرب يبني الجدار الامني ديالو وبالتالي باش ما نمشيوش دائما في التحليل القبلي ونحاولوا نعطيو يعني قيمه كبيره للقبائل المنحدره من الصحراء الغربيه اكثر بالعكس فاحنا حنا نعتبر الصحراء هي صحراء كليه سواء بالصحراء الشرقيه او الصحراء الغربيه انطلاقا من العلاقه التاريخيه من العلاقه القبليه وحتى القبائل التي اصبح تواجدها ضعيفا الان حتى هي يجب ان تمتد عبر التاريخ. انا نحاول نتكامل مع الاخوان السي نور الدين ولا السي رشيد باش نبدا واحد المرحله جديده. الان المغرب اقترح مبادره الحكم الذاتي. بزاف الناس كيقول لك بوليزاريو رفض هذه القضيه ديال الحكم الذاتي لانه جا من المغرب. هذو الناس ما قريش التاريخ وما قريش التقارير الامميه لان في 2002 عندما استحال تنظيم الاستفتاء والاستفتاء فين جا؟ جا في التقرير ديال بصح اللي مرتبط من بعد الاتفاق في اطلاق النار واللي كيحدد انه خصو يكون استفتاء مرتبط بتقرير المصير يعني لازمنا حق تقرير المصير وهالشروط الاستفتاء وهالمعايير وكذا يمكننا من بعد نتكلموا فيهم ولكن في 2002 جابوا في عدن طرح اربعه ديال الطروحات. الطرح الاول قال لهم هاني وحيد دابا شكون اللي عرقل ماشي عرقل شكون اللي بين استحاله الاستفتاء هي الطعون اللي قدموها المغاربه والبوليزاريو لانه الاستفتاء منين كيبدا؟ كيبدا تحديد الهويه، تحديد الهويه علاش كيعتمد على الاحصاء اللي داروا الاسبان في 74 احصاء في 74 وحنا كنهضروا على واحد المرحله زمنيه كانت في 90 ولا 91 بمعنى شكون هادو اللي تزادوا خاصنا نديروا بحال اللي كنديروا في لجنه الانتخابات كدير احتساب الزياده ديال الولادات والوفيات كتحسب النازحين والبوليزاريو والمغرب كانوا فاهمين على قضيه انه واخا الناس اللي مازال كيمشي في الصحراء وعندهم اصول صحراويه خصهم يدخلوا هذا كان اتفاق الطرفين لانه باش المغرب يقدر يدخل الناس اللي نصحوا في انتفاضات سابقه اللي نصحوا في حقبه تاريخيه والبوليزاريو حتى هي خصها تدخل الشتات ديالها اللي موجود في امريكا اللاتينيه او في المخيمات الى اخره ولكن عاوتاني وقع اتفاق بين المغرب والبوليزاريو في الطعون على الاستفتاء بجوج منهم كان الطعون وهذا ما جعل الامم المتحده كتقول انه الاشكاليه التحديد الهويه اصبح صعبا وبالتالي غنظلموا الاستفتاء شكون غيصوت فيه؟ خصنا حتى نتفقوا على القاعده اللي غتصوت في الاستفتاء ما نساوش الحسن الثاني كان ذكيا رحمه الله عندما قبل الاستفتاء قبل قبل ما يتقال كنتكلموا حنا على 81 كنتكلموا على قبل ما ينسحب المغرب من منظمه التحدي الوحده الافريقيه وكان قرارا صعبا لانه وجد فيه الاحزاب السياسيه ولكن قبل الاستفتاء لانه كان يعرف حق المعرفه ان هذا الاستفتاء سيكون صعبا وبالتالي كان لا بد من قرار سياسي يديره المغرب باش يبين حسن النيه ديالو نفس الخطوه اللي دار الحسن الثاني 81 ومن بعد 83 باش قبل خيار الاستفتاء انه يكون طروح وطرحات الامم المتحده في 90 91 سيقدم عليه الملك محمد السادس عندما سيتجاوب مع مقترح الحكم الذاتي الذي جاء في المقترحات اللي قدمها في العالم بحال قلت لكم كانوا اربعه كان عندنا الاستفتاء بدون قيد او شرط قال لهم ندير لكم الاستفتاء حتى واحد ما يطعن في داك الشيء هذا الاول قال ودي نعطيو حكم ذاتي للصحراويين يعني تحت السياده المغربيه او لا اللي جاب جيمس بيكر يعني تقسيم الصحراء ما بين المغرب والبوليزاريو او لا الامم المتحده ستسحب بعثتها العسكريه والمدنيه وخلوا ذوك الناس يدوا الحساب راسهم انا ذاك من بعد كان المغرب ذكيا جدا وتلقف مقترح ديال الحكم الذاتي
ولا طلعتوا على المبادره الحكم الذاتي اللي خصها نقاش يكون علمي اطار 35 نقطه المشكله لمبادره الحكم الذاتي. راه في الحقيقه راه كنتكلموا على يعني واحد التجربه يمكن تكون رائده في افريقيا، لانه مثل هذه التجارب الحكم الذاتي كاينه غير في اوروبا وكاينه في بعض الدول، ولكن ستكون تجربه رائده في افريقيا لانها تعطينا مفهوم جديد للحكم الذاتي. مبادره فيها البرلمان، فيها استغلال الثروات، فيها الحكومه، فيها واحد المحكمه، يعني عندك الاداره المدنيه، الاداره الشرطه المحليه، يعني بحال اللي عندنا غوارديا سيفيل في اسبانيا الى اخره. وبالتالي يعني احنا كمغاربه يعني استعجبنا من هذا المستوى الجراه اللي حقق الملك محمد السادس في المرحله هذه، والتي لا يقل جراه عن واحد عدد الخطوات. انا ديما كنقول احنا محتاجين الان باش نديروا التقييم لهذه المرحله. الملك محمد السادس ولا العرش في 99، وحنا الان في 2018، لا بد من تقييم هذه المرحله لان فيها نقاط ايجابيه جدا. نقدر نقول لكم انا اهم النقاط انصاف المصالحه، الحكم الذاتي، مبادره الحكم الذاتي، دستور 2011، وقرار عوده المغرب للاتحاد الافريقي. وهاد المحطات كاملين جاو في سياقات صعبه، لان بغيت نقول لك علاش المغرب رجع للاتحاد الافريقي ولم ينال اعتراف كل افريقيا بمغربيه الصحراء ورجع. كيفاش المغرب في خضم باقي ما سواش، باقى الاجهاضات ديال التناوب التوافقي وكذا كذا، قدام مبادره ديال الانصاف والمصالحه. كيفاش مبادره ديال الحكم الذاتي وحنا باقي ما درناش دستور جديد، باقي ما اسسناش الموجب، ولكن قدمنا مبادره الحكم الذاتي الى اخره. دستور 2011 اللي جا سريع مباشره بعد الربيع العربي، طق طق طرحنا الدستور، صوتنا عليه فتح الميز ودينا فيه. كتجي دائما هذه المبادره في سياقات زمنيه لا يتوقع احد. احنا كنديروا الان قراءه علميه غير محابيه. فعلا كتجي مبادرات تستحق التجاوب وتستحق الاشاده، وانا ادعو كل الباحثين والاساتذه باش يتذكروا فيها بطريقه علميه. ملف الصحراء الان علاش كنقول انا يمر بتطورات مهمه جدا، لانه التطورات الاخيره يعني كتفرض على المغرب على انه يتعامل مع الملف بشكل اقوى. اول حاجه عندما نتكلم عن توغلات بوليزاريو، اغلب المحللين يتكلمون عن ما يسمى بالمناطق العازله او مناطق محرمه لاستعمال السلاح، وهذه يجب ان نتعامل معها بشكل ذكي. علاش؟ حيت الا مشينا نتعاملوا مع خصكم تعرفوا على ان الوثائق اللي هضر عليها السي قنجع هي وثائق سريه. راه ملي كنتكلموا على اتفاقات وقف اطلاق النار، كنتحدى شي واحد يجيب لي النسخه الاصليه، سواء اللي موقع المغرب مع الامم المتحده، سواء اللي وقع بوليزاريو مع الامم المتحده. وما نساوش ديك السياق، المغرب هو اللي طلب ان الوثائق تبقى سريه. بعض المعطيات اللي خرجت منها خرجت من الجانب الجزائري وخرجت من بعض اروقه الامم المتحده، ولكن راه كنتكلموا على انواع من المناطق. خمسه. نعم. فبالتالي انا نعطيكم غير مثال بسيط، وهذا حجه عند البوليزاريو كيدخلوا مثلا المنطقه ديال السماره من المناطق التي لا يجب تغيير المعالم الجغرافيه والتاريخيه فيها. انا زرت السماره في 2001 وزرتها في 2015، تغيير كبير، واكيد لا يكون زاره عندما يعني السماره من المناطق الاولى اللي حررها جيش التحرير عليها باش وجهها في ديك المعركه باش الطبقه والمكنسه. فبالتالي لا يكون زار قبل، غيكون شاف تطورات تاريخيه مهمه. ولكن المغرب لا يمكن ان يرفض خيار التنميه، المغرب ان يتعامل مع شعبه. ما يمكنش انا ندير التنميه في العريش وما نديرهاش في السماره وما نديرهاش في اقليم وادي الذهب المسترجع في 79 وما نديرهاش اقاليم اخرى، ولكن يجب الاحتياط في التعامل مع مثل هذه التصرفات. الذين يتكلمون عن توغلات جديده، ما ننساوش انه البوليزاريو دائما ينظمون احتفالات منطقه التفاريتي، وانا كان عندي الجرأه والمغامره باش نوصل الى تلك المناطق. طبيعه الحال هي مناطق صعبه الولوج، ولكن هي مناطق فيها حريه ديال التهريب والاستكشاف وكذا الى اخره، ولكن كتشوف بعض المظاهر ديال التوغل اللي كنتجت. الاشكال المغربي شنو هو؟ هو انه كاين بعض المعطيات عاد اصبحت تنتشر. قبل كان ملف الصحراء كان ملف مغلق وكان المعطيات تمر عبر اجهزه امنيه، الان لا، الملف اصبح مفتوحا للنقاش الى اخره. وبالتالي انا كنقول يجب ان يتعامل المغرب مع هذا الملف بشكل يعني ذكي جدا.